والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور بن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين آمين. كتاب الأحكام، وهو الكتاب الحادي عشر من كتاب سنن الإمام الترمذي، وفيه 42 بابا. والأحكام جمع حكم، والحكم له معنى لغوي وله معنى شرعي. المعنى اللغوي للحكم هو نسبة شيء لشيء، ده الحكم. يعني ايه؟ اقول فلان في المسجد، نسبت ايه؟ ان المكان فلان هو المسجد، نسبت المكان الى فلان، ده حكم كويس. او اقول مثلا الفاعل مرفوع، فده يسموه حكم ايه؟ لغوي، مش كده برضو؟ وقد اقول مثلا المعدة بيت الداء، يبقى ده حكم طبي، مش كده برضو؟ وهكذا. يبقى الحكم نسبة شيء لشيء، فإن كان يتعلق باللغة يبقى يسموه حكم لغوي، إذا كان يتعلق بالطب بصحة الأبدان يسموه حكم طبي، إذا كان يتعلق بالكيمياء يبقى حكم كيميائي، إذا كان يتعلق بالطبيعة يبقى حكم طبيعي أو قاعدة طبيعية وهكذا، كويس؟ وإذا كان يتعلق بالعقل يسموه حكم عقلي، واحد زائد واحد يساوي اثنين، الحركة تدل على المحرك والأثر يدل على المؤثر، ده يسموه حكم عقلي، كويس؟ طيب، وإيه هو بقى الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي يعني الذي جاء من قبل الوحي، مش كده برضو؟ يبقى حكم شرعي يعني جاء من قبل الوحي. عرف علماء الأصول وقالوا هو خطاب الله تعالى، وخطاب الله تعالى يعني معناه القرآن والسنة، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، مش كده برضو؟ عرفوه كده. يبقى خطاب الله تعالى خطاب الله تعالى يعني معناه ايه؟ معناه القرآن والسنة، معناه الوحي، المتعلق بايه؟ ليس المتعلق بأي شيء، لأنه ممكن يبقى خطاب الله تعالى متعلق بالإخبار عن الأمم السابقة، ممكن خطاب الله تعالى متعلق بايه؟ بمستقبل ايه؟ الأيام، كاليوم الآخر والجنة والنار وأحوال أهل الجنة. قد يكون خطاب الله تعالى متعلق بذكر يعني ايه؟ حكمته في الخلق، لكن بناخد من خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اللي فيها الواجب والايه والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، فهمت ازاي؟ يبقى الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، يعني لو تعلق بأفعال الملائكة مش تبع الحكم الشرعي، فهمت ازاي؟ تعلق بافعال ايه؟ الدواب، ليس من الحكم الشرعي، واضح؟ لازم يكون متعلق بافعال المكلفين على جهه الاقتضاء يعني الالزام، والالزام يكون اما بالترك فيكون محرما او بالايه او بالفعل فيكون ايه واجبا، او التخيير اللي هو الإباحة، فإن كان الإلزام جازم يسموه واجب، إلزام غير جازم يسموه مندوب، ده في حال إيه؟ في حال الفعل، في حال الكف، إن كان إلزام واجب يسموه محرم، إن كان إلزام غير محتم يعني غير مؤكد يسموه إيه؟ مكروه. يبقى دي الأحكام الخمسة. أو الوضع، يعني إيه أو الوضع؟ بجعل الشيء شرطاً للشيء أو سبباً للشيء أو مفسدا للشيء أو مانعا للشيء، يعني جعل حركة الشمس سببا لدخول وقت الصلاة، جعل ظهور الهلال
سببا لبداية الشهر العربي، وبه أعرف متى أصوم، متى أحج، متى أدفع الزكاة. يبقى جعل هذه العلامات أسباب، جعل الحيض مانعا لإيه؟ للصوم، ومانعا من الصلاة، وهكذا. يبقى جعل أشياء معينة، جعل مثلا القتل مانعا من الإرث. يبقى عندنا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهته الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ده المعنى الحكم الشرعي. طب أمال بقى كتاب الأحكام هنا إيه؟ لا يقصد بهذا بقى الإمام الترمذي، ما يقصدش كل المقدمة اللي قلناها، لا يقصد القضاء بين الناس. الأحكام هنا أي القضايا بين الناس، القضاء والحكم بين الناس في قضايا الخلافات والشقاق التي تحدث بين الناس. يبقى كأنه كان ممكن نسميه كتاب الأقضية، لكن هو سماه كتاب الأحكام لأن القاضي يحكم أيضا بين الناس، يحكم بين الناس ليفصل بين النزاع. فهم؟ يبقى المقصود بكتاب الأحكام في الإمام الترمذي هنا في سنن الترمذي بمعنى القضاء والحكم بين الناس، قضاء الحاكم وقضاء القاضي، قضاء الحاكم وقضاء القاضي. كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القاضي، والقاضي هو الذي يقضي بين الناس ليرفع النزاع أو ليحق الحق أو ليأخذ الحق من المظلوم، من الظالم للمظلوم، وهكذا. والفرق بين حكم القاضي وبين المفتي هو الإلزام، أن حكم القاضي فيه إلزام وحكم المفتي لا إلزام فيه. حكم المفتي من باب النصيحة، أما حكم القاضي من باب فض النزاع والإلزام. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الترمذي في سننه الحديث 71 بعد 300 والألف، قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال حدثنا المعتمر بن سليمان، قال سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر، سيدنا عثمان بن عفان كان عايز يعين سيدنا عبد الله بن عمر قاضي في خلافة سيدنا عثمان، كان يريد أن يعين سيدنا عبد الله بن عمر قاضيا، أن عثمان رضي الله عنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: اذهب فاقضي بين الناس. قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين؟ قال: وما تكره من ذلك؟ ما الذي منعك أن تقبل ذلك وتكره أن تكون قاضيا بين الناس؟ كأنه بيقول له: وما تكره ذلك وقد كان أبوك يقضي بين الناس، وعمر كان بيقضي بين الناس، وانت ابنه، إيه المشكلة له؟ وفقيه، ما الذي يمنعك؟ فهمت بقى ازاي؟ قال: وما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا، فما أرجو بعد ذلك. يعني بيقول له إنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان قاضيا بين الناس فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب. بالحري يعني إيه؟ يعني أرجى له، أو مثلا حقيق له. فهمت إزاي؟ أدي معنى بالحري، أو يستحق كذا. فبالحري أن ينقلب منه كفافا، يعني بيقول له لو حكم بين الناس فظلم، لأن الحديث هنا مختصر، لأن الحديث في قصة رواه المنذري في الترغيب والترهيب بتوسل. فهمت إزاي؟ يعني بيقول لو قضى بين الناس بالظلم كانت له النار، ولو قضى بين الناس بالجهل كان من أهل النار، ولو قضى بين الناس بالعدل صار كفافا، لا خد ثواب ولا عقل. طب انا هستفيد ايه بقى؟ فهمت ازاي؟ اذا كنت انا حتى لو ابتهب وعملت يدوب ان انا اطلع كفاف كده، يعني لا ليا ولا عليا،
طب انا اخد ليه الشغلانه دي؟ انا عايز اعمل حاجه اخد منها ثواب بدل ما ابقى انا على خطر عظيم. فهمت؟ ادي معنى بيعتذر يعني. الحديث في اسناده ضعف على اي حال، لكنه ايه مروي في الكتب، رواه الامام الترمذي وكذلك رواه ايه في الترمذي. يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل، فبالحري ان ينقلب منه كفافا. وكفافا يعني ايه؟ يعني لا له ثواب ولا عليه عقوبه. فهمت ازاي؟ بلغه المصريين يقول لك ايه؟ طلع من المولد بلا حمص. فهمت؟ لغه المصريين يقول لك كده. لان المولد مشهور عند سيدنا السيد البدوي، المولد عنده حمص. فلما يروح يزور السيد البدوي في المولد لازم يجيب حمص. فلو راح وعمل المولد وجاب بلا حمص كانه ما راحش المولد. ما هو ايه الدليل على انك رحت؟ الحمص. انت قلت لي انا رحت طنطا، طب ايه اللي يثبت لي؟ وريني الحمص. من كان قاضيا فقضى بالعدل، فبالحري ان ينقلب منه كفافا، فما ارجو بعد ذلك. وفي الحديث قصه، وفي الباب وقصه الحريص انه اعتذر وسيدنا عمر عثمان بن عفان قبل عذره واقال لم يعين. كويس. وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب، وليس اسناده عندي بمتصل، وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك ابن ابي جميله. يبقى ليس كل حديث ضعيف الاسناد لا يستدل به، او صدر لك باب الاقضيه والاحكام في سننه بحديث ضعيف وعارف انه ضعيف، عشان تعرف ان السلف الصالح كانوا يستخدموا الحديث الضعيف ولا يهجروه، لانه هو يوافق الصحيح، المعنى ده يوافق الصحيح. ارجع لكتب السلف الصالح او الامام الترمذي من السلف الصالح، مش كده برضه؟ اهو يستدل ويصدر الباب كله، شوف باب الاقضيه كله صدره بحديث ضعيف. يبقى ليس الحديث الضعيف معناه ان يهمل مطلقا، بل لو وافق ما هو اصح منه استدل به. واخد بالك؟ ولو تلقته الامه بالقبول استدل به، ولو لم يوجد في الباب غيره استدل به. فهمت ازاي؟ ولو كان في المناقب يعتبر، ولو كان في الفضائل يعتبر، وهكذا. فهمت ازاي؟ ولذا الامام الترمذي بيقول لك انا راوي الحديث وعارف انه ضعيف، ما تفتكرش ان انا مش جاهل تقوم تيجي تصلح لي وتعمل لي تحقيق لسنن الترمذي. هو انت هتحقق على الترمذي؟ هو انت فين انت والترمذي؟ فهمت ازاي؟ يجيب لك واحد ساقط اعداديه ويقول لك انا هحقق سنن الترمذي، هو ساقط اعداديه ما يعرفش يقرا الجورنال. اللي بيحصل للاسف. قال ابو عيسى اللي هو سيدنا ايه الامام الترمذي. ايوه سيدي، كيف القاضي العادل لا يثاب ولا يعاقب؟ يعني بيقول لك ثوابه انه ينجو، ثوابه نجاته. سيدنا عمر بن الخطاب قال كده: وددت ان ليس لي ولا علي، قال كده على فراش موته، وددت ان ليس لي ولا علي اني انجو. بس النجاه دي في حد ذاتها نعمة كبيرة أوي. فهمت بقى ازاي؟ قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصل، وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة. وعنه به قال: حدثنا محمد بن إسماعيل اللي هو الإمام البخاري، قال: حدثني الحسن بن بشر قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القضاة ثلاثة، يعني ثلاث أصناف، يعني القضاة ثلاث أصناف أنواع: قاضيان في النار، وقاض في الجنة. رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار، يبقى قضى بغير الحق مع العلم، يبقى في النار. وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، قضى بجهل. يبقى الأول قضى بغير الحق مع العلم،
ده في النار، والثاني قضى بالجهل فضيع حقوق الناس ده برضه في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. يعني ايه؟ يعني ناجي. يبقى النجاة في حد ذاتها مجرد النجاة كده هي دي الثواب بتاع القاضي. قال فهمت ازاي؟ وعشان كده قال لك سيدنا عبد الله بن عمر قال لك طب انا هستفيد ايه؟ لما هي مجرد بس الدخول في الجنه كده ده هي دي اقصى ثواب يصله القاضي. طب امال يبقى انا عملت ايه؟ فهمت بقى ازاي؟ انا خلينا انا بقى اعمل عمره واحج واعلم الناس واخد ثواب واعبد ربنا واقعد اقرا القران واعيش حياتي بقى اجمع حسنات. فهمت ازاي؟ لكن القاضي مسكين قاعد كده يعني يبذل جهد شديد، يعني علشان كده ايه؟ من قضى بغير علم فكأنما ذبح بغير سكين. هنيجي نقرا بعد كده الاحاديث. وعن ابي قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن عبد الاعلى عن بلال بن ابي موسى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وكل الى نفسه، ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا فيسدده. وده برضه حديث ضعيف الإسناد إلا أنه أيضا صحيح المعنى، إلا أنه ضعيف الإسناد. من سأل القضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه في الحديث بقى الصحيح، أمرنا ألا نعطي هذا الأمر من يطلبه. وقال لسيدنا أبي ذر إيه؟ يا أبا ذر إنك رجل ضعيف والولاية خزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها. مش كده برضو؟ بالرغم أهو يوافق الصحيحة عشان كده رواه. من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه يعني عينه الحاكم كده قال له أنت تبقى قاضي، يقول له أنا بعتذر، يقول له لا أرجوك أنت قاضي ساعدني الإنسان، يقوم ربنا بقى يعين. ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا فيسدده، يعني يلهمه الصواب، يلهمه الصواب. وعن أبي قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة وهو البصري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء، يعني وسائط، بيدور على وسائط كمان عشان يتولى القضاء، وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا فيسدده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو أصح من حديث إسرائيل والحديث الأول الأبلي، يعني أصح عند الإمام إيه الترمذي من إسناد الحديث الأعلى. الاثنين إسنادهم ضعيف على فكرة، لكن الأول ضعفه أشد، إلا أنه تقوى بالآخر، تقوى بالرواية الأخرى. فهم؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى. وعن أبي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الفضيل ابن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، لأنه بين نارين. ذبح بغير سكين يعني متعذب. السكين بيبقى ليها جانب حامي، لما تيجي تذبح بالجانب الحامي بتريح الذبيحة، بيبقى ليها جانب مريح. لكن ده بقى ذبح بقى بغير السكين، يعني ملوش جانب مريح، يعني حتى ملوش جانب مريح، لأنه في الدنيا متعذب في ايه؟ في النظر في القضايا وتحري العدل، فتلاقيه برضه معذب مش مستريح في الدنيا. فهمت ازاي؟ ولو اراح نفسه في الدنيا وقضى بغير جهد دخل النار، يعني هو على الجنبين تعبان، لا في الدنيا مستريح ولو اراح نفسه في الدنيا هيتعب نفسه في الاخر.
ادي معنى ذبح بغير سكين، يعني ايه؟ ليس له جانب مريح لا في دنياه ولا في اخرى. فهمت ازاي؟ كل ده لينفر النبي صلى الله عليه وسلم من ان الناس ايه تتنافس على الوصول للقضاء بغير إيه؟ بغير علم وبغير كفاءه. من ولي القضاء او جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي ايضا من غير هذا الوجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ. احيانا القاضي اللي هو بقى القاضي اللي بياخذ بالاسباب واللي عنده ادوات الاجتهاد وادوات النظر وحريص على العدل وامين لا يقبل ايه واسطه ولا يقبل رشوه. القاضي ده قد ياخذ بكل الاسباب الا انه في الاخر يخطئ، يبقى لو اخطا في هذه الحاله لا وزر عليه. فهمت ازاي؟ لا وزر عليه، بل ياخذ ثواب، ياخذ ثواب اجتهاده، يبقى ليه ايه اجر واحد اللي هو ثواب الاجتهاد. فهمت ازاي؟ ولا وزر على الخطا. طب ولو اجتهد واصاب ليه ثوابين؟ ثواب الاجتهاد وثواب الصواب الاصابه. فهمت بقى المساله؟ لكن لما يبقى ايه ليس عنده ادوات الاجتهاد وليس اهلا للقضاء وبعدين يتولى القضاء، يبقى حتى لو اصاب عليه وزر لانه في نوع تهور. فهمت بقى؟ فما بالك والخطا يعني يحيط به من كل جانب بسبب جهله. باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ. وعن ابي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي سعد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، اجر الاصابه واجر ايه؟ واجر الاجتهاد بذل الجهد، واذا حكم فاخطا فله اجر واحد اللي هو اجر الايه؟ الاجتهاد، ويسقط عنه وزر، وزر ايه؟ الخطا. قال وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبه بن عامر قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري. باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. هي الادوات بقى، ادوات اجتهاد القاضي، ما هي الادوات والوسائل التي بها تمكنه من القضاء الصواب. فهمت ازاي؟ انه يكون عالم بكتاب الله، عالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالم بأقضية الصحابة، عالم أيضا بكيفية القياس، وعالم بمصالح الناس، وعالم بزمانه، ويكون كمان ليس بينه وبين الذي يقضي فيه عداوة ولا كراهية. فهمت ازاي؟ دي الوسائل اللي بيها يستطيع ان هو يقضي قضاء، حتى لو قضى وجاوز الخطأ ووقع في الخطأ يبقى لا وزر عليه لأنه استنفذ الوسائل. باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. وعن أبي قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال كيف تقضي؟ فقال أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أجتهد رأيي على وفق إيه؟ على وفق الكتاب والسنة اللي هو القياس. يبقى أجتهد رأيي هنا مش مطلقة، يعني اجتهد رأيي متقيدا بالكتاب والسنة لتحقيق مقاصد الشريعة. فهمت بقى؟
هذا الحديث بالرغم انه ضعيف الاسناد الا انه تلقته الامه بالقبول، وهو عمده في باب القياس. هذا الحديث بالرغم انه ضعيف الاسناد من جميع الطرق، ضعيف الاسناد من جميع الطرق، وقام عليه باب القياس في ايه؟ في اصول الفقه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ليس كل ضعيف مهجور اهو، ده حديث ضعيف قام عليه علم القياس كله لانه تلقته الامه بالقبول. واكتفي بتلقي الامه له بالقبول وشهرته عن النظر في اسانيده. فهمت بقى؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن ابي عون عن الحارث بن عمرو ابن اخي للمغيرة ابن اخ للمغيرة بن شعبة عن اناس من اهل حمص عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وليس اسناده عندي بمتصل، يعني عارف انه ضعيف اهو الا انها تلقته الامه بالقبول. تم حديث البحر الطهور ماء الحل ميتته، كل الفقهاء عملوا به الطهور ماء الحل ميتته وهو ضعيف الاسنان، وكل الفقهاء قالوا ان يجوز الوضوء بماء البحر ويجوز اكل ميته البحر وهو ضعيف الاسنان، عشان تعرف ثريت ان الحديث الضعيف مطلقا يبقى مهمل. ارجع للاصول، ارجع للاصول، المصريين يقول لك على الاصل دور، فاهم؟ ولا تنزل لايه؟ لاخر فروع الشجره، بل انظر الى جذور الشجره، لان قد تكون بعض الفروع مريضه، لكن انظر الى الجذر. فهمت ازاي؟ والاصل، فاحنا هنا ماشيين في الجذور في الاصل، دي كتب الاصول بقى اللي احنا نتعلم منها. وليس اسناده عندي بمتصل. وابو عون الثقفي اسمه محمد ابن عبيد الله. باب ما جاء في الامام العادل، يعني في فضيله الامام العادل. وعن ابي قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن مرزوق عن عطيه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان احب الناس الى الله يوم القيامه وادناهم منه مجلسا امام عادل، وابغض الناس الى الله وابعدهم منه مجلسا امام جائر يعني ظالم. قال وفي الباب عن عبد الله بن ابي اوفى قال ابو عيسى حديث ابي سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. والمفروض هنا البعد والقرب في المرتبة وليس في المكان، يبقى قرب مرتبة ورتبة ومقام وليس مكان، فالله سبحانه وتعالى ليس في حيز حتى نسمي أن هذا قريب وأقرب بالمكان. وعن أبي قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد أبو بكر العطار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر ما لم يجر يجر يعني إيه؟ يعني جاية من الجور، يعني ما لم يظلم ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. كويس. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان. ونقف على باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر امورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، اكفنا واكفهم السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير.